ليه؟ ادرس حاجات تخص الويب وانا داخل تخصص موبايل ابلكيشن. هل ده من غلط؟ هل في اسباب بتخليني لازم اعرف بعض المكان تخص الويب وانا في الموبايل ابلكيشن؟ سواء كنت انا اي او اس او كنت انا اندرويد او كنت انا هعمل حاجه ويندوز فون او حتى هايبريد او زي ما بنسميها كروس بلاتفورم، هعمل حاجه في كل الحاجات موبايل ابلكيشن اي من اي مكان. هل انا محتاج ان انا اتعرف على بعض الحاجات الخاصه بالويب؟ لازم تدرس بعض الحاجات الخاصه بالويب لاسباب كتير. اولا ببساطه، لو احنا عايزين نسجل بيانات خاصه بالموبايل، تخيل كده بالمثال البسيط، لو انا عايز اسجل ابعت لك مسج والمسج دي انا بعتها لك وانت موبايلك مقفول، فالمسج دي لما وصلتك المفروض بتتسيب صح؟ وبعد كده انت بتقفل موبايلك وما تقفلوش، مش قضيه، وزميلك قفل موبايله برضه مش قضيه. هي بتتسيب فين؟ هي في نهايه الوقت ده وبتتسيب على ويب سيرفر. الويب سيرفر ده بيبقى ليه عليه ويب ابلكيشن متسيبه عليه، وبعدين لما بيفتح زميلك الانترنت والواصل بتبدا تبعت تبعت الرساله. العمليه دي عشان تحصل ما بينك انت كموبايل ابلكيشن للويب سيرفر، والويب سيرفر ده موبايل هيبقى ويب ابلكيشن، مبني حاجه. هنعرف ايه هي؟ وبعد كده يرد على الموبايل ابلكيشن الناحيه الثانيه، فانت كده كده محتك بالويب ابلكيشن. انت لو انا بتكلم، لو انت عايز تبقى فول ستاك، ممكن لو واحد بيعمل حته صغيره وفي شركه ممكن يكون خلاص انا ماليش دعوه، انا باخد حاجه كده اسمها اي بي اي من زميلي الثاني اللي شغال بتاع الويب وانا بشتغل عليها انا بتاع موبايل بس. لكن لو انت كفول ستاك لازم تعرف الفكره دي وتعرف السيناريو ماشي ازاي. وليه بتعلم ويب ابلكيشن؟ علشان نعمل ايه؟ تعال نشوف كده شكل بسيط، نشوف فيه احنا بنعمل ايه بالظبط وليه بنحتاج الحته بتاعه الويب واحنا شغالين موبايل ابلكيشن. لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان لو انا موبايل الموبايل كلاينت اهو، واحد فاتح الموبايل ابلكيشن بتاعه، فعليا هو لما بيبعت رساله او بيعمل اي عمليه دي بتروح على ابلكيشن سيرفر، بتتسيب على داتابيس سيرفر. ممكن يكون الاثنين دول جهاز واحد وعليهم الابلكيشن سيرفر والداتابيس سيرفر، مش مشكله. لكن اللي يهمني بس انا عايز اقوله ان الموبايل اب ده اتبعت، لما اتبعت راح على ويب سيرفر هو بيدير الموضوع وبيسيب الداتا داتابيز وكلام زي كده، وبعد كده بيرد على مين؟ على الكلاينت الثاني، او الكلاينت الثاني بيبعت وده بيرد عليهم، يعني ممكن يكون السهم هنا رايح جاي. فبيرجع تاني يرد على الكلاينت هنا في نتائج مختلفه. فالفكره بتاعت الموبايل بيكلم الموبايل على طول دي مش موجوده، الموجود بتروح على سيرفر والسيرفر هو اللي بيرد ايه؟ بيرد عليك. فالويب سيرفر هنا وارد يكون في بعض الشاشات بتظهر، والشاشات دي عشان تبقى موجوده لازم يكون فيها اتش تي ام ال وسي اس اس ومش عارف ايه وكلام زي كده، غير الابلكيشن اللي شغال زي ما هوضح. يبقى احنا عندنا مبدئيا نتفق ان في ويب ابلكيشن هيبقى موجود او ويب سيرفر عليه سكريبت على الاقل بيمانج الداتا اللي جايه ورايحه حتى لو ما كانش فيه يوزر انترفيس. يبقى احنا كده ببساطه بنتكلم ان لو انت كنت اندرويد او اي او اس او ويندوز فون او اي موبايل ابلكيشن، في ريكوست بيطلع، في ويب سيرفر موجوده، ويب سيرفر دي بتسايب جوه الداتابيز وتجيب بيانات من جوه الداتابيز وتسايب وهكذا. العمليه دي بتتم ما بين الموبايل وما بين الويب سيرفر بطرق كتير زي الويب سيرفيس والاي بي اي والكلام ده. في الوضع الاخير الريست فول اي بي اي والكلام ده كله اشهر. الويب سيرفر ده بيتكتب بتكنولوجيز كتيره مختلفه زي الاي اس بي دوت نت، زي البي اتش بي، زي البايثون، زي جافا، وزي نود جي اس اللي بتكتب بجافا سكريبت. كل دي التكنولوجيز بتاعت ويب بتقدر تعمل لك يعني من عند الخط ده كده الناحيه دي كلها تشتغل على تشتغل كويب سيرفر. فانت محتاج تعرفها عشان تتعلم ادواتها عشان تعرف تشتغل وتخلي الموبايل ابلكيشن بتاعك بيطلع من فكره السنجل اب فور سنجل يوزر، انه يبقى ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن كوميونيكيتد بين اكتر من يوزر. يعني ايه باليوزر واحد؟ زي ما قلنا قبل كده في مثال بسيط، لو انا بعمل برنامج مثلا مجرد اذكار بقولها انا، مش محتاج ان انا اشير انا قلت ايه ولا حد قال لي ايه ولا كلام من ده. فابلكيشن هنا بيرسونال يوزر، وان بيرسونال يوزر. او انا مثلا عندي ابلكيشن بتاع تنظيم اوقات محاضرات مثلا، فانا عايز اعمل برنامج
للمدرس بينظم فيه مواعيد محاضراته ويذكره بالمواعيد بتاعت المحاضرات وبعدين مش عارف ايه، فده برضو كده يعتبر ابلكيشن، ما هوش محتاج انه يشير المعلومات دي مع غيره. فالحاله دي هتبقى اللي هي 10% الموبايل ابلكيشن مش كبير، لكن عشان تخلي الموبايل ابلكيشن يكومينيكيت مع موبايل ابلكيشن بتضطر تخش في الاركتكشر ده. يبقى كده لو اديت لك مثال بسيط جدا وواضح لتطبيقات الموبايل وتداخلها مع تطبيقات الويب، انت هنا هو مثلا على سبيل المثال عندك ادي ويب ابلكيشن او ادي موبايل ابلكيشن او اب سوفت وير اهو، موبايل ابلكيشن موجود، في شاشه هوم، في شوب الراجل بيشتري حاجات، في برودكتس، في شوبينج كارت، في اوردرات، في ارتكل، في مش عارف ايه، ابلكيشن موبايل. والبيانات ممكن تكون بتسيف لوكال على داتابيز معينه بنوع معين، لانك برضه بتتعلم داتابيزز مختلفه، فبتسيف مثلا على داتابيز معينه وبيعمل عمليات، فالراجل بيطلب اوردر، الاوردر ده بيخش على الانترنت وبيتسيف على السوفت وير، الاب سيرفر هنا بقى، الويب سيرفر هنا اللي هو بتكنولوجي من التكنولوجيز اللي احنا شرحناها، عشان يسيف الداتا ويرد عليه بس كده. لا، ممكن يكون الويب سيرفر ده او الويب ابلكيشن ده، الويب سايت ده يكون ليه صفحات، الصفحات ديت ممكن تكون ولو ببساطه، يعني انت تخيل ان موبايل ابلكيشن الراجل الناس عماله تعمل اوردرات اوردرات اوردرات، مش هتتخيل ان في باك اند ورا للشركه بتاعه الابلكيشن ده، على الاقل تشوف الاوردر ريكويست، تشوف الطلبات الاوردرات اللي اتطلبت عشان تلبيها، او عشان تعمل مثلا شاشه للدليفري عشان تبعت لليوزر الاوردرات اللي طلبها، مفيش شاشه مثلا للريتيرنز للمرتجعات لكلام من ده، مفيش داشبورد تقول له حجم المبيعات النهارده اللي تمت او الترانزاكشنز على الموبايل ابلكيشن قد ايه، عشان الشركه تقدر تتابع. ففعليا يعني 90% يمكن تقريبي كده ان الويب ابلكيشن، الموبايل ابلكيشن بيحتاج ورا ويب ابلكيشن يبقى في حاجه اسمها داشبورد او ادمنستريشن بورتال او حاجه كده بيقدر يخش عليها الشركه تقدر تتابع الحركات والعمليات اللي بتتم على الموبايل. يعني لو تخيلت مثلا سيستم زي اوبر مثلا، لو انت قلت عندي الدرايفر ليه موبايل ابلكيشن، وعندي الباسنجر، عندي السواق ليه موبايل ابلكيشن، وعندي اللي بيركب ليه موبايل ابلكيشن، هتتخيل ان شركه اوبر ذات نفسها ما عندهاش باك اند تقدر تشوف حساب الدرايفر ده كله الشهر ده كام، او حساب اليوزر ده كله كام، او كام عمليه اتعملت النهارده، او اكتر مناطق شغاله فيها العربيات، او منطقي ده الكلام ده موجود. فعشان كده لو تبقى عايز تبقى فول ستاك لازم تتعلم مع الموبايل ابلكيشن بتاعك، تتعلم ويب ابلكيشن تكنولوجي، وتتعلم مع الاتش تي ام ال والسي اس اس عشان لو هتعمل حتى ولو على الاقل باك اند تكون بسيطه. يبقى لازم انا كويب موبايل ابلكيشن لو ابدا افرد ابدا اكبر شويه واخش في ابلكيشنز تقيله، وانا راجل تقيل مش برضه بعمل شويه اكزامبلز بسيطه اقول عليها بروجكت، يبقى محتاج ان انا اعرف الويب تكنولوجيز سواء كانت نود جي اس، كانت جافا، جي اس بي، كانت اي اس بي دوت نت، كان بي اتش بي، كانت جانجو مثلا، بايثون أو, او 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 غيره، ومحتاج معاه ال HTML وال CSS والحاجات دي عشان اقدر اعمل حتى الباك اند البسيطه، تبقى الشركه بتقدر تخش وتشوف الطلبات اللي تمت مثلا على الموبايل ابلكيشن بتاعي.